أيضا عندي هاي السيارة كاديلاك موديل 60. السيارة كان اشتغلوا فيها سمكرة، تقريبا سمكرة البدي من برا خلصانة، ما باقي بيها شغل سمكرة من برا، باقي بس الدواخل الأرضيات، يعني الأرضيات أرضية الصندوق. السيارة كاملة ما فيها أي نقصات، الجامة الأمامية مكسورة بس معاها جامة جديدة جاية من أمريكا مع السيارة، والطبلون أيضا موجود. السيارة كاملة كاديلاك موديل 60 فلات توب، هذه أيضا بروجكت كامل يعني.